مرحبا شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا هذا المنتج اوكسي فيت كير، هذا 100 جرام المغلف. هذا يتكون من مجموعة فيتامينات والتهابات عامة وكالسيوم ومغنيسيوم لقوة وصحة الطير، بالمادة الفعالة اوكسي تتراسايكلين اللي هي مضاد التهابات، وبي كالسيوم للبيض ولل يعني النمرش يطلع مالته البيض مو كامل، وبي مغنيسيوم وفيتامينات واملاح معدنية لنمو الريش، ودي 3 همينة مقوم عام، وفيتامين اي وفيتامين اي لتحفيز التزاوج، ومجموعة فيتامين بي. كلهن هذني يفيدن للطير. استخدامه خاشوقة شاي 1 جرام، يعني علته تستخدمها 5 إلى 7 أيام. مفيد جدا للطيور اللي تعبانة لمرحلة غيار الريش، منشط يعتبر، وهمين يقضي على الالتهابات الموجودة للطيور. والله يحفظكم إن شاء الله.